اقسم بالله كنت اتوضى ونسيت الساعه حوالي في 300 سنه 400 سنه زي لا. ثم الحمد لله احنا عايشين في نعمه عسلانين مرهقين مر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟ بارك الطيبين. اليوم رايحين لمكان جديد استكشف اماكن بنغلاديش ان شاء الله باذن الرحمن كلها. واليوم رايحين يعتبر ميناء، اكبر ميناء في بنغلاديش وقريبه من مخبره السفن. ان شاء الله اذا لقيت وقت حصور لكم مخبره السفن كمان. وقبل ما ندخل المقطع سوي لايك واشتراك وخلينا نوصل 10,000 متابع باقرب وقت. نحن متجهين للمكان ويحتاج مننا ساعتين او 3 ساعات انه حنوصل للمكان ان شاء الله باذن الرحمن. معانا هذول ما شاء الله والله كريمين، ما لقيت مكان جلسوني جنبهم لانه ما شاء الله رايح مع مدرسه وطلاب مره كثيرين. هذه اول منطقه وصلنا لها، هذه من اقدم المناطق اللي موجوده في بنغلاديش و سبحان الله في اشجار جدا جدا كبيره ما شاء الله تبارك الله. اعتقد اعمار هذه الاشجار حوالي في 300 سنه 400 سنه زي كذا. شوفوا هذا الشجر اللي ورايا، شوفوا انا قديش كبيره ما شاء الله تبارك الله. شوفوا ها. شفتوا هذا، هذا الشجرة، هذه كلها جذور سبحان الله. شوفوا شجرة جدا كبيرة كلها جذور. وأكثر الناس اللي يجون في هذه المنطقة هم الكابلز المرتبطين زبد يعني. شفنا هذا المحل، أهم شيء ما ننسى هذا المفرحات. شو شرنت وين؟ هذا محل متواضع ما شاء الله تبارك الله. ما ننسى مفرحات، ناخذ لنا مفرحات شويه. طاف الويك شوف عندك الثلاجه ما شاء الله. ناخذ لنا بسم الله ناخذ لنا بيبسي كذا بارد، اي ناخذ لنا كوكا كولا. كوكا كولا هذا سعره اعتقد 55 تاكا. شفتوا الامام في بنغلاديش؟ والله نسيت الساعه في المسجد، اقسم بالله كنت اتوضى ونسيت الساعه. والحين جاء واحد اعطاني الساعه وقال لي انت هذا نسيته عند ال ما شاء الله تبارك الله. اهم شيء عندهم التنبول، التنبول والدخان هذا اهم شيء. اي محل تدخل لازم تلقى فيها تنبول ودخان. اخذ مني اعتقد 5 الكوكا كولا ب 55 تاكا ويقارب ريالين ونص. احط لكم هنا. الحين رايحين نصلي، بعد الصلاه ان شاء الله نكمل طريقنا. وعندهم حاجة إذا رايح تتوضى لازم تفتح الجزمة، الله يكرمك، لازم تفتح الجزمة تحطه هنا وبعدها تروح تتوضى. يعني تروح الله بدون جزمة ما أعرف ليش. وعندهم يا جماعة الموية مو زي اللي في السعودية، إحنا نجيب الموية من البحر وبعدين ننظفه بعد كذا نجيبه في المساجد وزي كذا، زي إيش اسمه الوايد هذا. لا هنا عندهم من البير على طول يطلعوا لك من البير، لكن في بعض الابار، ابار ولا هو ايش؟ المهم هو بعض الابار ما يحفرونها كثير فيكون المويه فيها ريحه حديد ما اعرف ليش. لا اعتقد اني والابار اللي مره عميقه ما شاء الله هذه مويتها مره عذ. الحين احنا متجهين لمنطقه خكره شوري ما ادري ايش اسمه كذا، ايش حمزت لك كذا؟ فوتنجا ما ادري فوتنجا. احلى شيء فيهم انه اذا ما يعرفوك ينادوك ماما، يعني بمعنى خالو، يقول لك يا خالو امشي كذا، يا خالو سوي كذا. هذه اول محطه، ايش اللي اول محطه؟ هذه يعني وصلنا في اللي اسمه والله انا اساميهم صعبه قسما بالله. المهم وصلنا، هذا هو اكبر ميناء في بنغلاديش. هناك على الجهة ذيك منى، على الجهة ذيك، وهذه هنا خلوا فيها كراسي وزي كذا للجلوس. والصراحة الأجواء مرة ممتعة وخاصة في الليل
لأنه الصراحة بنغلاديش دولة مرة الزحمة مرة فيها كثير، فالأحسن إنك عشان تبتعد من الزحمة وتسترخي شوية مع الأجواء هذه تيجي البحر على الشاطئ تسترخي هنا. هذه أشهر أكلة عندهم هذا، والله صراحة أي مكان تروح تلقى هذه الأكلة، هم يحطون فيها بطاطس ويزبطونها كذا يعطوك. صراحة أنا ما أحب، جربته مرة ما يعجبني، فعشان كذا ما أبغى لنا شيء ثاني. والله الأجواء ما شاء الله مرة رايقة، ما شاء الله. هذه السيارة ما فيها جهاز، ما أعرف بس كيف يكون الأيس كريم بارد والله من جد. بس الدراجة عجبني الصراحة، سيكل ورا سيكل قدام كذا، أحس إن يحطون ثلج تحت وفوق الأيس كريم. بس والله الصراحة الخبرة يعني الاختراع مرة جميل، لا كهرباء ولا حاجة. بسم الله هذه القوارب مرة حلوة، ما اعرف مين علمهم ابن الكلب يجي يقول ابن الكلب يجي يقول ابن الكلب ما ادري ايش هذا، بس يبي يصور صديق، اي مكان يبي يصور صديق من شهرة التنبول حتى في الشوارع كذا بوكس صغير كذا فيها دخان وتنبول يبيعونها في الشوارع. أهم شيء عندهم التنبول، أي مكان تروح أهم شيء التنبول. شوف والله هذا، شوف كيف رزق الله، يبيع من الصباح يجي يبيع حلاوة، إيش اسمه هذا غزل البنات، يرجع في الليل. شوف والله العظيم تعب يتعب بس عشان لقمة عيش. والله الحمد لله ثم الحمد لله، احنا عايشين في نعمة، والله نعمة عظيمة، نقدر ناكل ما نفكر ايش ناكل امس ايش ناكل بكرة ايش هم هنا ايش ناكل بكرة ما نفكر. الحمد لله الاكل موجود وكل شيء موجود، هذا عشان لقمة عيش يجي من الصباح ويرجع في الليل. يا جماعة شفت ايش اسمه هذا والله نسيت سيارة سندريلا ما ادري ايش اسمه، المهم اللي هو شوفوا هذا هو سيارة سندريلا، بس هذا من جولشيك بس يا جماعة الصراحة والله شوفوا حصان ذا كيف صغير، والله صغير. طيب مين يقدر يسوي شوف والله مرة صغير، شوفوا كيف شوف صغره كيف مرة صغير. لا أول مرة أشوف أحصنة كذا يعني كسلانين مرهقين ما لهم نفس ولا انقلع ايش تبي مني؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا اليوم قام يتصافوا عادة ان الأحصنة يكون كذا ما شاء الله نشيطين مرة. لا 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 الوضعية الأسطورية للتصوير. نختم المقطع.
المقطع صلوا على الحبيب قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. اذا عجبك المقطع سووا لايك واشتراك وشير.